كيف نعمل مخلل البصل؟ بنجيب البصل وبنقطعه إلى شرائح وبنوضع كوب ونص ماء وكوب من الخل أي نوع متوفر و100 جرام من السكر، نتركهم يغلوا لمدة 3 دقائق. بعد 3 دقائق نسكبهم على البصل، ننتظر أقل شيء 6 ساعات حتى يبردوا تماما، وهيك بنقدمهم بعد 6 ساعات. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية المهتم بالغذاء الصحي، اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.